يتم في غزة هي مقاومة مشروعة لشعب منتهكة أرضه ومسلوب حريته، جريمة بكل المقاييس، بتستهدف المدنيين في الأساس. اللي بيحصل النهاردة المقاومة من كل الفصائل الفلسطينية، ودي مقاومة مشروعة لأن الناس بتدافع عن حقها، عن حياتها، عن أرضها، والمجتمع الدولي كله قاعد يتفرج. الحقيقة ليس غريبا ما يتم، إنما الغريب اللي بيحصل في الشارع العربي. ما فيش حتى مظاهرة واحدة خرجت في أي بلد عربي باستثناء يمكن الأردن. مطلوب الشارع يتحرك، مطلوب ضغوط شعبية من كل الاتجاهات لصالح القضية الفلسطينية مش لصالح أي فصيل. احنا بندور على حق الشعب الفلسطيني المنتهك على حريته وأرضه، فمطلوب ان الناس تتعاون وتتعاطف تتضامن معهم على الأقل، يعني زي بنقول بأضعف الإيمان. حماس اعتدت علينا بالرصاص وقتلت جنودنا وظباطنا وشبابنا. أنا بأرجو من خالد مشعل في فنادق الخمس نجوم في الدوحة أن يقدم اعتذاره للشعب المصري حتى نستطيع أن نتحمس مرة أخرى لحماس. أنا حزين جدا أنني أصبحت في موقف سلبي. طول عمرنا دفعنا 100,000 شهيد دفاعا عن فلسطين، والآن فلسطين تضرب. احنا مع الشعب الفلسطيني، انا مع المقاومة الفلسطينية، لكنني لست مع الزراع العسكري، لست مع زراع القوة لجماعة الإخوان. على حماس ان تبصل نفسها وتعلن ذلك بصراحة انها ليست الزراع العسكري لجماعة الإخوان. نحن لا نأمن لحماس، نحن لا نستطيع أن نأمن لها أو نمنحها ثقتنا بعد الرصاص الذي اخترق صدورنا. ما زالت الأنفاق شاهد على الاستعراض العسكري ضد الشعب المصري في غزة. احنا طبعا متضامنين زي كل المصريين، متضامنين مع الشعب الفلسطيني في كامل حقوقه، في حريته، في استقلاله، في القدس عاصمة لفلسطين. واحنا بنطالب بالحكومة ورئيس الجمهورية ببذل أقصى جهد لوقف المذابح ديت. طبعا فتح المعابر كانت خطوة حلوة وخطوة كويسة جدا من الحكومة، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء، بس كويس جدا احنا فتحنا المعابر، وان احنا بنساند أهلنا في فلسطين، واحنا بنأكد ان احنا هنفضل واقفين جنبهم ومتضامنين معاهم لغاية لما يسترجعوا كامل حقوقهم. غزة تحت القصف، واحنا لما نيجي نتكلم النهارده مش عايزين نتكلم نقول غزة او نقول القضية اللي بيحصل في غزة، القضية دي قضية فلسطين وقضية كل فلسطيني وقضية كل عربي. محاولة الكيان الصهيوني ان هو يقوم بتفرقة ما بين ضفة غربية وما بين غزة وما بين حماس وما بين عرب وما بين مصريين، الوضع اللي بيحصل كله هو وضع شامل، ما ينفعش نجزعه عن بعض. لازم نكون حاطين في دماغنا ان اللي بيحصل ده كله ضمن مخطط شامل كامل مقصود بيه العرب جميعا ومقصود بيه مصر على وجه خاص في الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه، ما بين توريط من كيانات إرهابية موجودة بتعمل لصالح كيان صهيوني بطريقة أو بأخرى، وما بين دم فلسطيني بيراق على أراضي غزة بلا رحمة وبلا رأفة، وما بين فرجة العالم كله على هذه المذابح، وكل اللي بيشعر العالم بالأسى أو بالزعل على مجموعة من الصواريخ اللي المقصود إن هي تتدرب على كيان الصهيوني الإسرائيلي، اللي هي صواريخ اللي ما بتعملش أي ضرر، عشان خاطر يقولوا فعليا إن في حالة من الحالات اللي هم بيسموها دفاع عن النفس، وهي إحنا أمام هجمة غاشمة، أمام مخطط صهيوني كامل، أمام معاونة من طلعة من الكيانات الموجودة في غزة بتغذي هذا الكيان الصهيوني
بالدوافع ان هي تخش بلا رحمه تقتل النساء والاطفال بالمناظر البشعه اللي شفناها. بنشوف ان احنا عندنا تطورات نوعيه كل يوم، بنشوف العالم كله ساكت، بنشوف ان في حاله من التوريط لمصر وممثله في رئيسها وممثله في وجود مصر الاقليمي وقوتها الاقليميه ان هي تخش في حاله من النزاع الحاله المعتاده. بنشوف ان احنا بعد حالة الصلح اللي حصلت ما بين فتح وحماس وحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ان ده بيحصل بعديها، وده سيناريو متكرر بقاله أكتر من سنين طويلة، ان كل ما يحصل حالة من الصلح يحصل بعديها من نفس الكيان هو بيقوم بعملية إرهابية تقدر تفض الصلح ده ويرجع لهيمانته على غزة من أول والتاني. بس برضه بنقول إن هي القضية دي مش قضية غزة بس، قضية فلسطين وقضية العرب كلهم. المطلوب الضغط الشعبي أكتر من كده، إحنا حالة الضغط الشعبي فعلا مش موجودة. حالة الكره اللي سببها الإخوان وسببها حماس ليهم مخليها الشعب أخذ موقف من حماس، ومخليها إن إسرائيل متغذية بهذا الموقف وعمالة تضرب وعمالة تقتل. الكلام ده كله، الآفة دي كلها بسبب فترة عشناها في مصر وفترة عاشة معانا الوطن العربي. لازم الكلام ده كله يتغير، لازم نوصل لحالة من التوحد، لازم نوصل لحالة بالفعل من العمل الإيجابي وليس الكلام وليس الحوارات الصحفية وليس المظاهرات. لا، احنا عايزين عمل إيجابي نقوم بيه على الأرض في فلسطين، ونقدر ان احنا نوصل للدولة الفلسطينية فعليا. عشان ما نقدرش اما نوصل، لو وصلنا للدولة الفلسطينية مش هنقدر نشوف اللي احنا بنشوفه ده، مش هنشوف المهانة اللي بتحصل كل يوم.